مش طايقاها لمجرد انه يتحقق مصلحه من ورا الجوازه. احنا عندنا ارقام حلوه كتير يعني عندنا شويه دراسات لطيفه جدا في الموضوع ده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يا سيدي من واقع محاكم الاسره في مصر قالت ان 53% من حالات الطلاق في مصر سببها خلافات ماديه بين الزوجين. 30% منها ستات بيتهموا أجوازهم إنهم طمعانين في مرتبهم أو طمعانين في ميراثهم أو في فلوسهم. يعني الموضوع فيه فلوس وفيه طمع من الراجل للست. ده من واقع محكمة الأسرة. فيه 30% من واقع القضايا اللي معنظورة أمام المحاكم بيقولوا إن الستات بيقولوا إن الرجالة طمعانين في الميراث أو في المرتب. وحقيقي أنا شفت ده بعناية. يعني شفت رجالة نسبة كبيرة وهو بيخطط للجوازة عينه على إنها لما أبوها يرحل عندها حتة أرض فدانين هنا بيت هناك. وحقيقي ده المعنى الأصيل بقى لجواز المصلحة. والعكس على فكرة أكيد في ستات برضو بيفكروا بالطريقة دي. في دراسة بقى تحقق من الجوازة دي بالظبط. في دراسة بقى تانية بتأكد بقى كلامي اللي قلت لك في الأول عن المصلحة اللي مش مادية. في دراسة عملتها جامعة سان باولو بتقولك ان 65% من الزيجات في العالم مبنية على نوع من المصلحة المبطنة او الخفية او اللي مش واضحة على السطح. بيقولك ايه؟ او المنفعة الشخصية. لانك حتى لو بتتجوز عشان مش عايز تبقى عيش وحيد وعشان عايز صحبة في حياتك فده نوع من انواع المصلحة. ممكن تعتبره زي ما انا قلت مصلحة حميدة بس هي معنوية لكن هي مصلحة. فزي ما انت كنت بتقول في حلقة من الحلقات انه الست المطلقة اللي عايشة لوحدها او العزبة اكيد مش هتبقى سعيدة زي الست اللي عايشة مع راجل بيطبطب عليها ويقول لها محتاجة ايه يا حبيبتي. الطبطبة دي ومحتاجة ايه يا حبيبتي وانها تتكل على راجل في حياتها ده مصلحة. مصلحة. ده مصلحة. انا شايف ان كلمة مصلحة بس هو ده يمكن موجود. احنا برضو معرفينها. كلمة مصلحة دي صح. كلمة تقيلة شوية يعني هي مش مصلحة. هي مش عيب ان انا ادور على مصلحتي وهو يدور على مصلحته. وعلى فكرة نشارك بعض مصالح بعض ونفيد بعض. هي مشاعر متبادلة. وبعدين هي ما تعبش حد لما انت كإنسان وهي كإنسان ندوروا على مصلحتكم حتى النفسية والعاطفية وتلاقوها مع بعض وتقرروا ان انتوا تسدوا احتياجات بعض. فده مصلحة. بس انا عايز اقول لك حاجة يا احمد وبرضو لي رأيكم. انا ساعات بحس انه في ناس ما توفقتش في الحب ما عرفتش تلاقي شريك الحياة أو ما تعلمتش الحب أو حظها قليل أو حبت وبعد كده فشلت يعني أي مكان السبب. فبيبتدي بالنسبة لهم الموضوع بعد شوية يبقى طب خلاص بقى طب أنا أتجوز جوازة مريحة. بيحصل كتير. وبعدين أتجوز بالقبول. أنت حسيتي كده أنك مبسوطة لما شفتي طالما في حلو خلاص. وبعدين إيه إحنا ثقافتنا قايمة على إيه؟ ده أنا بقى أجيب لك حتة عريس لقطة. فكرة اللقطة. فكرة ان هو فيه مواصفات كتير قوي. ايه ده مرتبه كذا ودرجته الوظيفية كذا ومش عارفة ايه كذا. دي الفكرة على فكرة اللي تربينا عليها. فكرة احنا بنشوف في الافلام. ما نقدرش كمان ان انت تلوم الناس انها فكرت وتعلمت من الافلام. الخطبة لما كانت بتجيب الصورة للعروسة وتقول لها بصي بقى ده خريج كذا ومرتبه كذا ودرجته الوظيفية كذا وعنده بيت في الحتة الفلانية. بس يفضل المثل الشعبي برضو الشهير اللي يقول لك يا واخد القرد على حاله يواخد القرد على ماله يغور المال ويفضل القرد على حاله. فكرة انك برضو لما بتبقى مؤسس لحياة مع واحد علشان المحفظة فيها كام ده اخطر شيء طبعا. طبعاً. يعني ده ما يديش حياة سعيدة على الاطلاق. ممكن الجوازة تكمل لكن البيت ده فيه قد ايه قدر من السعادة ومن الرضا ومن التفاهم تالي يبقى لا وما بتقليش ان الجوازة بتكمل اصلا وأحيانا. لو بس مبنية على الحاجة دي. قول. وده يخليني اسالك سؤال. هل انت تعرضت للنوع ده من التجارب؟ يعني هل في واحده شافتك فعجبت بيك لمجرد انك من غير ما تعرفك لمجرد انك لاعب كوره شهير او ممثل مشهور؟ طبعا حصلت. ده اكيد كلنا تعرضنا له. يعني اكيد طبعا. بيبقى فاكرك الكاركتر في الفيلم او الكاركتر اللي عملت بيه الشخصيه وبيبقى عايش مع الشخصية دي جدا وتبقى فاكر ان هو ده الموضوع. بس طبعا بيتصدم. يعني وانت صدمت كم واحد؟ لازم تصدم لان خلاص بدام خدت قرار ان انت عندك حياتك الشخصية فدي ما حدش ينفع يقرب منها. يعني انت بتصدم على طول. النوع ده من الاعجاب ملهاش حل. عشان تفرمل اللي قدامك.
مش هتتفهم يعني، هتلاقي نفسك هتغلط نفسك على الفاضي او هتعمل حاجه غلط على الفاضي. فهو صح هو يعني انت هتقطع عرق وتسح دم على طول. طب ما بتخافش من البنت لما تتصدم؟ اسلوبك عامل ازاي؟ ما بتخافش من رد فعلها؟ اسلوبك عامل ازاي؟ ما انا هصدمك بس بمنتهى الادب والاحترام. ها يعني لما اجي اقول، لما انت تيجي تقولي مثلا انا اسفه انا ست متجوزه واشكرك جدا وده دي حاجه كبيره بالنسبه لي ان يبقى بتحبني بهذا الشكل او بتاع، بس ده انت بتحب الفنان، انا راجل بقى البني ادم ده راجل مرتبط وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، فهي الطريقه. طب تفتكر انت عشان ارتبطت بمراتك قبل ما تبقى فنان ومشهور، تفتكر قبل ولا بعد؟ قبل. يعني كنت شغال اوريدي بس يعني ما كانش في الفن. تفتكر النهارده لو كنتش مرتبط كان هيبقى ارتباطك اصعب لان كنت هتشك في اوقات كتير طبعًا. ان هي بتحبك عشان انت نجم فلان الفلاني يعني ده كان هيعمل لك هزه برضو في المشاعر، مش كانش هيخلي برضو قرارك سريع لا تقريبا ما كنتش هاخد القرار يعني. ياه تقريبا. ما انا لو خدت قرار زي ده يبقى انا كل اللي بقوله لكم في الحلقات اللي قبل كده ودلوقتي ده اي كلام. انا بقول لكم انا ما بعملش حاجه ما بحبهاش، فهتجوز واحده ما بحبهاش عشان هفكر اشغل مخي؟ انا ما شغلتش مخي خالص مع مراتي خالص. يوم ما خدت قرار الجواز كان قرار جواز عن اقتناع وعن حب، وما فيش اي ولا بفكر بقى انت مين وبنت مين ومعاكي كام ومعايا كام. انت عايز الانسانه دي تبقى هو معاك. ده بس. طب قول لنا نصيحه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ازاي الراجل يعرف اذا كانت الست دي او البنت دي بتحبه ليه هو ولذاته ولطباعه ولشخصه او عندها مصالح اخرى؟ مواقف مش بتكلم اختبارات زي بقى اختبارات مواقف. انت ما بتحضر، مش هعمل خطه عشان احطك في الموقف ده فتشوف تصرفك، ده اسمه انت كده مؤامره. دي مش عايز اعمل كده يعني، يعمل لها اختبارات على طريقه هو على طريقه عبد الغفور البرعي. هو طبيعتي لما لا التاني مين ايه ده اللي هو الحاج متولي. الحاج متولي لما قال لهم انا خسرت كل فلوسي واحنا افلسنا وبتاع عشان يختبر كل ست دي وتطلع السيره. لا سينماتيك شويه. لا انا بتكلم في الطبيعي. انت كده كده لو انت بتعرف على واحده او عاجباك واحده هتقربوا من بعض فتبداوا تتكلموا. فالطريقه اللي هي بتتعامل بيها ومواقفها بتبين هي اصلها عامل ازاي، بنت عامله ازاي، طريقتها عامله ازاي، المواضيع اللي بتفتحوها، وجهه نظرها عامله ازاي في الحاجات، لما تحط في موقف معاها تتصرف ازاي، تعمل ايه، فاهمه؟ كل دي حاجات انت بتشوفها في طب يعني ده معناه ان فتره الخطوبه خصوصا للناس المشهوره اللي هي متحققه او الناجحه او المعروفه لازم تبقى فتره طويله جدا عشان ما هو ما يتخدعش او هي ما تتخدعش انه الطرف الاخر. احنا ما عندناش ده بقى، ما ينفع يعني. هو طبعا صحي جدا بس هو في مجالنا احنا بالذات مش وارد ان عمرك ما يبقى عندك الوقت اللي هتعرف تقضيه مع الست. لا بس في بعض الاحيان بنبقى فاضيين، بنقعد شهرين ثلاثة ممكن ما ورناش حاجة قوي. مش عارفة انا كل يوم بتأكد ان فترة الخطوبة دي فترة مهمة جدا لان احنا ساعات بنعجب بالهالة طبعا. يعني واحد شاف هيدي كرم فالست الفنانة بقى المذيعة اللي هو مش عارف اذا كان بيحبها هي ولا بيحبها بشعنانتها وعصبيتها وتفاصيل حياتها وكل حاجه ولا بيحب وزنها ولا لا وماله وزنها وما تكسفيش. طيب على العموم تعالوا نطلع فاصل.